طب أقول لكم حاجة تاني، أنا لما رحت مادام أنتوا عايزين تسمعوا كلام من ده أسمعكم. لما رحت الرئاسة فكان فقالوا لي تحب تتغدى ايه؟ قلت لهم مش اشمعنى يعني؟ فقالوا اصل كل اللي في الرئاسة بيتغدوا على حساب البلد بالقانون. بالايه؟ بالقانون؟ طب والله 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 قلت لهم لنا ولا اللي في الرئاسة كل واحد ياكل على حسابه. عايزين تسمعوا كلام من ده؟ عايزين تسمعوا كلام من ده؟ اسمعكم. قلت لا ما حدش. اقول حاجه اصعب، كل الهدايا اللي جات لي قد الارقام دي 1000 مره معمول لها متحف اسمه متحف مقتنيات الرئيس. عايزين تسمعوا كلام من ده عشان ترجعوا تصدقوا تاني؟ طب اقول حاضر. كل حاجة اتعملت وكل حاجة اتقالت في الأمور اللي خلال الأسبوعين اللي فاتوا دول، كلام الهدف منه تحطيم إرادتكم وفقدانكم الأمل والثقة، ويبقى خطر كبير قوي على بلدنا. يتقال إن العدد اللي مش عارف اللي بيتابع الموضوع ده بسيط، من حقكم تعرفوا، من حق كل، أنا قلت ناس معينين، كل أم كبيرة مصدقاني وبتدعي، وكل أب كبير كبير مصدقني وبيدعي. لا، ابنكم إن شاء الله شريف وأمين ومخلص. لا لا، وده كلام والله، زي ما قلت كده، ده مش رد على حد، ده تأكيد لمعاني وقيم معروفة عني من زمان قوي. الجيش اللي موجود ده يعرف عني كده، لما تقولوا له ان القائد الأعلى بتاعك كده، ده كلام خطير. لما تهزوا الثقة في الراجل ده، ده خطير.